السلام عليكم. ما تزال تعز محطة اختبار صعبة لنوايا الأمم المتحدة ورعاة الدولين لمشاورات السلام التي لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على هذه المشاورات وتؤثر في مصداقيتها وفي مصداقية الممثل الأممي الذي كان قد وعد بأن تصبح تعز النموذج لوقف إطلاق النار والأعمال الإغاثية بقدر النكبة التي طالتها من بداية الحرب، ولكن ذلك لم يتحقق. الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكو لدريك زار تعز قبل أسبوع، وهناك وجد نفسه أمام حقائق صادمة لطالما حاول اللوبي الذي يعمل في المنظمات الدولية لحساب الانقلابيين التغطية عليها، إلى حد صياغة تقارير تفيد بأن كل شيء على ما يرام. الفجوة العميقة بين الإدعاءات الأممية وبين الواقع انكشفت كما لم تنكشف من قبل، عندما وجد الممثل المقيم نفسه أمام اختبار المصداقية، فإما أن يقول الحقيقة أو يكذب، فاختار قول الحقيقة، ولكنه برر ذلك بعدم صحة المعلومات التي تصل إليه عن مأساة تعز، عن الواقع الإنساني الصعب الذي تعيشه تعز، والتضليل الذي تمارسه بعض المنظمات للتغطية على الجرائم التي ترتكب بحق تعز. سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني، وسنتناول هذا الموضوع عبر ثلاثة محاور. الأول سنقف فيه أمام تداعيات الاكتشاف الأممي المتأخر للتضليل الذي يمارس بحق تعز، وفي المحور الثاني سنناقش دوافع هذا التضليل وطبيعة ارتباطه بالأجندة الانقلابية، في المحور الثالث سنناقش دور الحكومة في الدفع بجهود إغاثة تعز وفضح الأدوار المشبوهة التي يقوم بها المتحوثون في تعز لتقليل من مأساة المحافظة. ولكن بداية دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. وغدا وبعد غدا وبعد غدا كل يوم حد لي علم اليوم اشتغل تخرجش اليوم ساخرج غدا واخرج بعد غدا واخرج يوميا من اجل فك الحصار عن مدينه تعز. الانتهاكات والتضليل واسوء ما تواجهه تعز. وانهم كل يوم يفتحون الحجج وانهم مصرين على محاصره هذه المدينه المغلوبه على امرها. هذا دليل من بين أدلة لا تحصى على سوء نوايا الانقلابيين وعدم مصداقيتهم عندما يتعلق الأمر بمدينة تعز، وعلى استمرار الانتهاكات في هذه المدينة المحاصرة رغم سريان الهدنة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. لا شيء توقف في هذه المدينة، فالحصار ازداد سوءا، والقصف والقنص يواصلان حصد العشرات وتدمير المنازل، والمعركة كما هي وبالوتيرة نفسها. ليس الحصار والقصف والقنص وحدها من يستهدف تعز، بل كذلك حملة التضليل الممنهجة التي تستهدف المدينة عبر كتيبة الانقلاب الناعمة المبثوثة في المنظمات الدولية. التقارير التي يرفعها هؤلاء تتضمن قدرا لا يحتمل من هذا التضليل المقصود لذاته. هذا على الأقل ما كشف عنه بصورة غير مباشرة الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، الذي صدمته مشاهداته المباشرة للوقائع في مدينة تعز المحاصرة إبان زيارته الأخيرة للمدينة قبل عدة أيام. الآن فقط أدرك المسؤول الأممي أن عشرات القتلى والجرحى ما يزالون يتوافدون على المستشفيات، وأن ذلك يبرهن على عدم احترام الهدنة. وأدرك أيضا أن المدينة تعاني من نقص هائل في الإمدادات الإغاثية والدوائية والعون الإنساني، وأدرك أنه وغيره من مسؤولي الأمم المتحدة الكبار يتعرضون للتضليل. أحاديث المسؤول الأممي مع المختصين في تعز جاءت أكثر وضوحاً مما تسرب إلى الإعلام، وعلى نحو أظهر حجم الصدمة التي عاشها هذا المسؤول بعد أن رأى الوقائع على الأرض وهي تبدو أكبر بكثير مما حاول المضللون إخفاءه من مأساة هذه المحافظة وعاصمتها. على خط التضليل ألقى بعض متحوثي المحافظة بشهادته المزورة الذي لا يبرره إلا انحدار لا قعر له في هوة الارتزاق والابتذال. الاختراقات المحدودة التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي تكاد تتحول بدورها إلى نوع من التضليل المقصود، حيث تتعالى إدعاءات هذا البرنامج في حين لا يتجاوز حجم ما قدمه للمحاصرين حدود 10,000 سلة غذائية، من بين أكثر من 400,000 سلة غذائية هي احتياجات المناطق المحاصرة كل شهر. لم تتحول تعز إلى النموذج الذي وعد به المبعوث الأممي، ولم تنجز خطوة واحدة باتجاه بناء الثقة عبر مسار تعز. على نحو يبقي هذه المدينة شاهدا حيا على حجم المؤامرة التي يتورط فيها الجميع تقريبا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام للتعليق على هذه الحلقة ومناقشتها. أيضا تنضم معنا هنا في الأستوديو الأستاذة نبيلة سعيد، رئيس مؤسسة فكرة للحقوق والإعلام. مساء الخير أستاذة نبيلة. مساء النور.
سيد نبيل، لو بدأنا يعني من تحركات المحافظة الأخيرة وأيضا اختراقات الهدنة المتكررة من قبل تحالف الانقلاب، بداية كيف تقرأين التحركات الأخيرة في تعز من قبل المحافظة؟ والله أنا أستبشر خيرا بهذه التحركات، يعني كان يعني تثبت تماما أن خيار الحرية وخيار يعني بناء الدولة وخيار المقاومة وخيار سيادة الحق هو ما تتحرك في أنفاس تعز، سواء من المحافظ إلى كل من له شرف المقاومة في تعز، صغيرا أو كبيرا، شابا أو امرأة، من الذين لا زالون يرابطون حتى هذه اللحظة برغم يعني خرق الهدنة من اللحظات الأولى لتعز خصيصا، يعني خاصة يعني عبر الضرب المباشر لمنازل المواطنين بصورة همجية، بصورة مجنونة، بصورة خارجة عن أطر القيم الإنسانية التي ممكن أقرب تقرير حقوقي منظماتي دولي أو خلينا نقول محلي ممكن يدين هذه التحركات التي تتم في حق هذه المدينة، التي تناضل برغم الحصار المطبق عليها منذ عام لهذه اللحظة. نعم، طيب لو تحدثنا عن يعني فيما يتعلق بتهرب تحالف الانقلاب من كل مسار التهدئة الذي يحاول أن يكون في الكويت، وهناك اختراقات كثيرة ربما يعني أظهرها اتصال الأستاذ عبد الكريم شيبان رئيس لجنة التهدئة، كيف تعلقين؟ أولا أنا أتحدث هنا عن الاختراقات التي تبدأ من الانقلابيين كونهم ما زالوا حتى هذه اللحظة على يعني داخل الأماكن التي باشروا بالانقلاب عليها، كيف يحق لهم أن يذهبوا للتحاور أو للتفاوض في مفاوضات الكويت التي تعتبر يعني المعلن عنها الفشل حتى أثناء ما بدأت وما أثناء ما بدأ يخرج منها من توقعات، لكن التوقعات كلها تفيد أن لا كيف يتم التفاوض أمام ميليشيا لم تخرج عن تطبيق عن يعني لم تسلم أسلحة ولم تخرج من الدو من الأماكن التي احتلتها بالقوة وفرضت السيطرة عليها بالقوة حتى يعني بشكل مريع، وهي الآن تفاوض. يعني هناك مفارقة عجيبة، يعني ما يمكن أبسط إنسان ممكن يستغرب على هذا يعني المفارقة. نعم، طيب يعني لو تحدثنا عن هذه المماطلات أستاذة نبيلة، هناك يد توضح أنها في المشاورات وأنها ستقوم بالسلم كما يتحدثون، ولكن هناك أيضا خروقات عديدة، هناك لعب على الحبلين كما يقال، يعني حتى لمجرد الاستجابة لفتح ممرات آمنة وعود 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 ولا يحدث هذا الشيء. هناك أولا هناك استهانة بالإنسان اليمني في كل المناطق، خاصة بالمناطق المحاصرة مثل مدينة تعز وما يحدث في داخل شوارع وحواري مدينة تعز. نعم. هناك لعب على مسألة على ورقة الوقت بشكل عجيب جدا، ويلاحظ عليها دوليا وعالميا أن هناك لعب حقيقي تبارك الأمم المتحدة وتبارك منظومة يعني لنقل أجندة المبعوث الأممي للأسف الشديد، يعني هو يعلم تماما أن هناك هدر على مستوى الوقت يذهب بالمقابل من حياة البشر والآمنين يعني والنساء والأطفال في مدينة تعز مثلا، إذا كان هناك ما زال الضرب وما زال طلق النار بشكل مباشر على رؤوس الأمهات والأطفال، يعني والمفاوضات تقام في الكويت وحتى أقيمت غيرها في جنيف، ما زالت الآلة العسكرية تحصد أرواح الأبرياء في مدينة تعز فضلا عن بقية البلدان، يعني معنى أنت بقية المدن، معنى أنت الآن تتحدث عن ماذا؟ يعني عن جماعة لا تعترف حتى بأقل معايير التفاوض حتى تصل الآن، يعني ما هي النتائج المترقبة بعد هذه المفاوضات في الكويت؟ يعني معناه أنه احنا نلعب فقط على يعني على الذهنية اليمنية. هناك أيضا أستاذة نبيلة تضليل يعني إعلامي يمارس من قبل هذه الميليشيا، ولكن أيضا ولكن لو تحدثنا عن فكرة هذا التضليل، هل هو فعلا لا يصل إلى الأمم المتحدة وإلى المراقبين والمتابعين بسببه، أم أن هناك لعبة أخرى؟ اسمحي لي فقط أن أسمع منك الإجابة، يعني معي الآن عبر الهاتف الأستاذ أيمن المخلافي مدير الإعلام بإئتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز عبر الهاتف من هناك. مساء الخير أستاذ أيمن.
مساء النور والعافية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. بداية أستاذ أيمن، يعني حدثنا عن يعني ما الذي لمستموه على الصعيد الإغاثي خلال هذه الفترة في تعز؟ تقصد فترة الهدنة أما؟ نعم، يعني الفترة الأخيرة. نعم، خلال فترة الهدنة وللأسف لا يمكن بأي صفة نوصف أنه لم يتم إدخال سوى 3500 سلة غذائية مقدما من برنامج الغذاء العالمي، بالرغم أن المتوقع كان حسب اتفاق مفاوضات الكويت أنه سيتم فتح الممرات للمساعدة الإنسانية وسيتم فتح ممرات آنية، لكن الواقع غير ذلك تماما. يعني كنا نتوقع أن يكون هناك دور كبير لمنظمات الأمم المتحدة، لمنظمات الدولية، منظمات إنسانية، أن تكون يعني كجهات يعني مراقبة وجهات تطلع على الميليشيا التي يعني حاصرت مدينة تعز لما يقارب عام إلى الآن. وللأسف نقول أنه كان دور هذه المنظمات يعني لم يكن بالدور المطلوب. ما الذي قدمت؟ ماذا عن هذا الدور أستاذ أيمن؟ يعني نقول أن ما تم إدخاله خلال فترة الحصار تماما خلال ما يقارب عام هي يعني 9500 سلة، يعني 3000 سلة في يناير و3000 في فبراير و3500 حاليا في فترة الهدنة. هذا كل ما تم إدخاله، لكن بقية الكمية والحصص المحددة لمدينة تعز لمحافظة تعز تم مصادرتها من قبل الميليشيا في منافذ المدينة، إما في المنفذ الشرقي الحوبان أو في المنفذ الغربي دون أي ردود فعل من هذه المنظمات الدولية، دون يعني استنكار أو تنديد لما تقوم به الميليشيا من حصار. يعني وخصوصا في ظل هدنة، في ظل مفاوضات برعاية أممية وتحت إشراف أممي، يعني كنا نتوقع أن يكون هناك مراقبين دوليين لدخول المساعدات، لكن يعني تم إدخال 3500 سلة وبكميات محدودة، يعني لا تتناسب مع كمية السلة المحددة حسب برنامج وخطة البرنامج العالمي. يعني ما زالت مدينة تعز يعني وهذا يعني نعتبره تحصيل حاصل. نعم، هل أفهم من كلامك أستاذ أيمن يعني أن هناك مواد إغاثية وصلت إلى تعز ولكن لم توزع بالشكل الصحيح وصدر معظمها كما تحدثت فقط يعني 1500 سلة تقريبا منذ بداية العام، يعني إذا هناك تضليل فعلا إعلامي يحدث في مسألة الإغاثة، يعني كيف تعلق على هذه المسألة؟ يعني إذا كانت منظمات الأمم المتحدة توصل هذه المواد الإغاثية ولا تصل إلى الناس المستحقة ولكن لا تتخذ أي إجراءات حيال ذلك، لماذا؟ بالفعل يعني حسب خطط يعني المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة حسب خططها هناك كميات محددة يعني وبأرقام كبيرة محددة لمديريات المحافظة أو سواء مديريات المحاصرة، لكن يتم احتجازها من قبل الميليشيا وهناك تضليل من قبل هذه الميليشيا ومن الانقلابيين ورفع تقارير، لأن كل فريق العمل لهذه المنظمات الدولية هو يقبع يعني تحت سيطرة الميليشيا ويتم رفع تقارير مزورة. يعني بالنسبة لمديرية القاهرة يعني المظفر وصالة كانت في بداية الحصار يعني جزء بسيط يعني 5% تحت سيطرة هذه الميليشيا، يتم توزيع حصص هذه المديريات في هذه الجزء البسيط في مديرية صالة المظفر تحت سيطرة الميليشيا، ويتم رفع تقارير بأنه تم إيصالها لمديرية المظفر بالكامل، فتبقى مديرية القاهرة تحت سيطرة المقاومة بكاملها، فيضطروا لإدخال كميات بسيطة يعني كمية محدودة لرفع التقارير أنه تم إدخال مواد ومساعدات غذائية، لكن هي يعني رمي الرمادة لكي يظهر أنه تم إدخال المساعدات وأنه بهذه الكمية القليلة. نعم، طيب اسمح لي أيمن، يعني كونك مدير الإعلام في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، ما الذي يعني عملتموه بهذا الصدد؟ هناك تضليل، هناك خروقات واضحة تقوم بها منظمات الأمم المتحدة، إدخال كميات قليلة كما تفضلت، يعني ليقال أن هناك إغاثة أو مواد إغاثية تصل إلى تعز، يعني ما هو الدور الذي قمتم به؟ طبعا نحن في ائتلاف الإغاثة الإنسانية رفعنا تقارير
للمنظمات الدولية. نعم. وأيضا يعني كان هناك إما بيانات وإما مؤتمرات صحفية للائتلاف يوضح كمية ومقدار التي دخلت، وأيضا يعني يستنكر هذه الإجراءات. يعني كان يعني لم نقف موقف الصامت، او لكن كان لدينا يعني كان كل ما تصدر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بيان يقول انه تم ادخال، يعني يتم الرد وفق تقارير ووفق يعني معلومات دقيقه كم الكميه التي دخلت وكم التي وزعت. بالفعل ايضا رفعنا تقارير للسلطه المحليه، وفي الاجتماع الاخير كان رئيس الائتلاف للغايه الانسانيه حاضر في اجتماع مع السلطه المحليه في استقبال منسق الشؤون الانسانيه، وتم رفع تقارير للمنظمات الدوليه ايضا، ونحن دورنا نقوم برفع تقارير للسلطه المحليه، والسلطه المحليه تقوم ايضا بارسال هذه التقارير لل يعني المكاتب المخصصه. اذا شكرا جزيلا لك ايمن المخلافي مدير الاعلام بائتلاف الاغاثه الانسانيه، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عوده اليك يا استاذه نبيله. وكنا نتحدث قبل الاتصال حول التضليل الإعلامي الذي يحدث، وأيضا ذكر هذا الأمر الأستاذ أيمن، يعني ليس فقط تضليل من ميليشيا الحوثي وادعاءات بأن هناك هدنة وبأن هناك يعني مسار سلام حقيقي، ولكن أيضا للأسف هناك يعني تضليل من قبل منظمات الأمم المتحدة. هناك إقرار حقيقة أنه هناك تضليل، يعني الكل يعرف أن هناك تضليل، تضليل إعلامي، وليس تضليل إعلامي بسيط، وإنما التضليل الإعلامي مدروس عالميا. يعني إيران تصرف بلا هوادة في اتجاه تغييب الصورة الإعلامية عما يحدث في تعز تحديدا وبقية أرجاء اليمن. هي تريد أن توصل قناعة إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة أن هناك لا توجد جريمة، هناك حق لهؤلاء الإقطاعيين، هؤلاء المتآمرين على القانون والدولة بأن يمارسوا كافة الحق. وهناك ممكن نلاحظ أن هناك غض طرف واضح من قبل الأمم المتحدة عن الواقع الذي غرسته ميليشيات الحوثي وعلي صالح في المحافظات وفي المدن اليمنية. هناك فعلا تواطؤ دولي، هذا الذي نقرأه، هناك تواطؤ دولي حقيقي يعني ما يحدث في تعز. هناك فعلا تصريح للقتل والموت والدمار والحصار لأبناء تعز، خاصة لأنها هي الشوكة في خاصرة هذا المؤامرة الدولية. الأمر الآخر، هناك يعني اسمحي لي يعني مؤامرة حقيقية منظماتية من قبل منظمات المجتمع الدولي التي تناضل وأصنقت آذاننا بحقوق الإنسان، وهي الآن ترى وتشهد وتبصر على مرأة ومسمع العالم ما يحدث في تعز من إبادة، أيوه بالضبط، وتقاريرها هزيلة، وتسمح أصلا بمرور هذه التقارير، بمرور هذه المعلومات في الوقت الذي ممكن هي إذا نزلت من تكتشف الحقيقة من ذات نفسها من خلال يعني تحدث. نعم، تحدث الأستاذ أيمن أنها يعني فريقها تحت سيطرة الميليشيا، يعني هناك بالضبط اتفاقات أو يعني مثلا أيوة من يمسكون المكاتب بالضبط المنظمات في اليمن، من وهنا ممكن بهذا. لا أعفي مسؤولية من الإعلاميين اليمنيين. أنا يعني كان سؤالي هذا، أين أيوة أيوة دور الإعلام؟ يعني لدينا أيوة مقاومة، لدينا حكومة بالضبط، لدينا إعلام خاص أيضا، ما هو أنا أعرف أن يعني المواجهة التحدي كبير جدا حقيقة لما يحدث في اليمن، وبقاء اليمن بهذه الصورة هو ما هو يعني المطلوب أساسا، أن تبقى اليمن بهذه الصورة. نعم. المستفيد كثير حقيقة يعني، وإذا لم تتدارك دول التحالف العربي والحكومة أيوة بالضبط والحكومة، أن الوضع سيسير إلى أسوأ. هذا جانب. لن يعفى أي إعلامي ولن يعفى أي مواطن يمتلك حس المسؤولية والضمير الوطني والضمير الإنساني والمسؤولية الأخلاقية والدينية والقيمية، لن يعفى من المسؤولية غدا عن تعز وعن أبناء تعز ونساء تعز ورجال تعز وعن أي شخص تأذى أو تضرر أو حدثت له. هو بريء طبعا في أي منطقة، سواء في جبال ولا في سهول ولا في ديار اليمن، لا علاقة له لا بالحرب من أعلى ولا من أسفل. يعني هو في الأخير مواطن يحلم بأن يعيش عيشة كريمة مثله مثل أي بلد قريب أو بعيد عن اليمن. نعم. كل هؤلاء سيسأل عنهم من يملك أبسط شيء ممكن يقدمه لأجل تحاشي الوضع في البلد. نعم، يعني هذا لو تحدثنا عن أفراد. أيوة. ولكن هناك أيضا أيوة مؤسسات. أنا أيوة أنا جاي لك في الكلام. نعم. أنه هناك صبر. دور مؤسساتي يبدأ من الحكومة اليمنية، ما زلنا حتى هذه اللحظة في كثير من الأماكن قلناها في قناة بلقيس وغيرها أن هناك مسؤولية إخلاقية وطنية حكومية لابد أن يعني الحكومة لم تمارسها حتى اللحظة،
لم تمارس دورا حقيقيا منطقيا غير الإعلانات وغير المنشطات العريضة في خطاباتها ولا في حتى في تلميحاتها. يا ريت حتى هو تصريح واضح يعني أن هناك مشكلة حقيقية من بقاء تعز بهذه الصورة. أيضا كيف يسمح للتفاوضات في الكويت أن تتم وميليشيات الحوثي تقصف حتى هذه الثواني؟ نعم. إذن اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا المحامي محمد الساري عضو لجنة التهدئة بتعز. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أهلا وسهلا وترحيبا لك ولضيفتك الكريمة ولجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. يعني حدثنا بداية عن دور لجنة التهدئة وما الذي قدمته حتى الآن وكيف كان سير عملها؟ لجنة التهدئة ارتدى عملها بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في وهران الجنوب بخصوص محافظة تعز، والذي احتوى على أن ثلاث أمور أساسية اللي هو إطلاق النار وفتح المعابر وتبادل الأسرى والإطلاق المعتقلين والمفقودين. وقد قامت اللجنة بعمل محاضر تنفيذية لهذا الاتفاق وتم توقيعه في الحوان، وكان يفترض أنه يوم 14 و16/4 في الثالثة عصرا يتم فتح الممر الغربي طريق الحديدة تعز والممر الشرقي طريق صنعاء تعز، ولكن بعد أن وقع الطرف الآخر هذه المحاضر لم يلتزم بها مطلقا. استمرنا في المتابعة بالنسبة لفتح الممرات والمعابر، وكان الجهود آخرها يومين قبل يومين تقريبا مع بعض يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، حتى توصلنا إلى وعد من قبل رئيس اللجنة الطرف الآخر الشيخ محمد عبد الله بن ناير على أساس أنه يتم فتح الممرات الساعة 10 صباحا يوم السبت. ونحن نتوقع خيرا. أما بالنسبة لموضوع إطلاق النار، فالنار لم تتوقف، الحرب استمرت مباشرة دون هواجة. بالنسبة للحشد والتعزيزات وإطلاق النار والصواريخ، طيب هل كنتم ترفعون بتقارير حول كل ما يحدث أستاذ محمد، سواء بإطلاق النار أو بالعهود بفتح الممرات يعني الآمنة والنكوص بها؟ إن سمحت لي أستاذ محمد أن تسمعني من الهاتف. نعم. يعني حتى لا يتكرر. نعم. الصوت. نعم. تسمع. نعم اسمعني من الهاتف تفضل. نعم لأن الصوت يأتي متأخر. نعم. لكن اللجنة تقوم بعملها وتتابع أول بأول وتصدر بلاغات وبيانات كل 6 ساعات تقريبا، وإذا ما استدعى الأمر بنفس اللحظة. المتابعة مستمرة حثيثة والبيانات والمعلومات تصل أول بأول، لا يوجد فيها أي تأخير، ولأن هذا الموضوع مهم وحساس بالنسبة لمدينة تعز ومواطني تعز، فك الحصار وإنهاء الحرب والقتال على تعز والقصف العشوائي. يعني تحدثني أستاذ محمد عن أن الحرب لم تتوقف وظل ضرب الرصاص دون هوادة، ولكن يعني نستغرب على يعني ولد الشيخ هو يتحدث أن هناك تهدئة يعني بما يعادل 80% حد توصيفه في المؤتمر الصحفي. يعني كيف تعلق على مثل هذا الأمر إذا كنتم أنتم تنقلون التقارير أولا بأول كل 6 ساعات كما تفضلت، أحيانا في اللحظة نفسها؟ ما هي استجابة يعني الأمم المتحدة والدول الراعية أيضا حول هذا الأمر وهذه الخروقات؟ إذا كان والد الشيخ هو يعد ميسرا، مجرد ميسر في حواراته إلى آخره، لكن ما هو على الواقع ثابت بأن القصف العشوائي مستمر بصواريخ وبقذائف، كل يوم القذائف تنهال على المدينة وعلى المواقع لم تتوقف. الأمم المتحدة زار بعض ممثليها الإنسانيين، لكنهم شاهدوا بأم عينهم الحصار وشاهدوا كل مظاهر الحرب قائمة ومستمرة. إذا كانت لا تزال القذائف والمواقع والقناصة يقنصون المواطنين إلى الشوارع القريبة من أماكن القتال، فكيف يكون قد توقف أو وجود هدنة؟ إنما كلامه ربما يكون للتشجيع، لكن في تعز لم يتغير شيء. نعم. إذن شكرا جزيلا لك المحامي محمد الساري عضو لجنة التهدئة
كنت معنا عبر الهاتف من تعز. اسمحي لنا أستاذة نبيلة وأيضا السادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة نبيلة. تعقيبا على حديث الأستاذ محمد الساري المحامي وهو عضو لجنة التهدئة بتعز، يعني لم تتوقف الحرب مطلقا في تعز، كان هناك يعني بما يشبه هو التضليل، يعني سواء أن هناك تنفيذ للهدنة بما يعدل 80% ربما، الذي حدث فعلا هو توقف تحليق الطيران التحالف، أما في تعز لم تشهد هذه. أيوة. هو السؤال الذي فرض نفسه حقيقة، كيف تمت المفاوضات أو كيف بنيت المفاوضات سواء في أي بلدة كانت، في أي منطقة كانت، زمانا ومكانا، كيف لا أن تقام وما زال هؤلاء يتمترسون على حياة الإنسان في اليمن؟ كيف يفاوضون وهم يعني يستخدمون كل أنواع التعذيب والاعتقالات والشغل، يعني شغل خارج إطار الإنسانية، يعني ما يمكن حتى تشبهه بشغل العصابات، فوق شغل العصابات، يعني الميدان يتحرك بهذا الاتجاه ومفاوضات تتم في الطرف الآخر، يعني نقيضان تماما لا يمكن أن يلتقيان. هذا جزء. الجزء الآخر، هناك مؤامرة حقيقية، نعترف أنها مؤامرة منظماتية تقودها الأمم المتحدة لعدم إبرام تقرير واحد إنساني حقوقي عن الوضع في مدينة تعز. لماذا؟ يعني هناك فعلا يراد أن يساوى الجلاد بالضحية، أن لا يعني أن يكون فعلا لا يوجد ضحايا، الأمر ليس بتلك الخطورة. هناك اشتراك في القرار ما بين كل المنظمات التي تأتي تزور تعز، برغم يعني هناك يعني انسلاخ من المسؤولية الإنسانية لعدم الوصف الحقيقي لكل ما يحدث في تعز. يكفي أن يعني أنها في فترة من فترات وما زال هذا الأمر يعلن أنها مهددة بالمجاعة، أكثر من 500 إلى 600 ألف الآن يواجهون خطر المجاعة من دون ماء وغذاء ودواء، ويواجهون الموت بغياب أبرز المستلزمات الأساسية حقيقة. يعني هذه كلها أمام مشهد. طيب يعني للأسف هناك التفاف حول مسألة إعلان ما الذي يحدث في تعز حقيقة، وحول اتخاذ إجراءات حازمة، ولكن أيضا هناك لا إنسانية في مسألة الإغاثة، يعني هناك تلاعب أيضا، هناك إصدار تقارير غير مطابقة. إلى ماذا يراد الوصول إليه في تعز؟ هي المعذرة يا أستاذة، هي مسؤولية تكاملية، يعني هناك مسؤولية مواطنين يمنيين، وهناك مسؤولية حكومة يمنية، وهناك مسؤولية نقول نتحدث أيضا عن قيادة التحالف، هي الآن من مارس 2015 حتى الآن أتممنا سنة ودخلنا في شهرين إضافيين، والتحركات في اليمن ما زالت يعني خطوة للأمام وخطوتين إلى الخلف. يعني ما الذي يعني ما وراء الغد، ما وراء المفاوضات، ما وراء التطويل والاختصار في زمن البنية التحتية ولا بنية الناس وبنية الحياة الإنسانية في اليمن؟ نعم، إذن دعينا ننقل هذا السؤال للصحفي الأستاذ رشاد الشرعبي من الكويت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء النور أختي العزيزة وضيفتك الكريمة. أهلا بك أستاذ رشاد. يعني ربما تساؤل طرحته الأستاذة نبيلة ويطرحه الجميع، ما وراء كل هذه أو كل هذا الوقت المهدر في المفاوضات والمشاورات، وما يحدث هو مجرد تضليل إعلامي في تعز، سواء في نقل المواد الإغاثية أو في نقل الحقيقة للناس، ويعني محاسبة من يتسبب في ذلك؟ نعم أختي العزيزة، المفاوضات تكاد أن تكمل الشهر، وهي مشاورات تدور في حلقة مفرغة تماما، هي أشبه بمشاورات عبثية تماما، ليس هناك أي توافق ما بين الطرفين اللذان يتفاوضا، على اعتبار أن هناك فجوة كبيرة ما بين من يريد السلام ومن يريد أيضا أن يشرع لنفسه الانقلاب. الانقلابيون هم يسعون فقط إلى شيئين اثنين، إيقاف طيران التحالف العربي عن الاستمرار في الضربات الجوية،
وأيضا الشرعنة لأنفسهم من خلال طرح موضوع سلطة انتقالية وأن تكون هناك سلطة تنفيذية يتم التوافق عليها، وهذا يتناقض تماما مع مضمون قرار مجلس الأمن 2216 ومع النصوص الواردة في هذا القرار. ولذلك من الصعب استمرار هذه المفاوضات بهذه الصيغة. كلما اتفقوا على شيء عاد الانقلابيون إلى نفس النقطة وإلى نقطة الصفر والحديث عن السلطة التنفيذية وإيقاف طيران التحالف العربي، لكنهم لا يريدون أي شيء فيما يتعلق بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وتمكين السلطة الشرعية من العودة لمؤسسات الدولة وبس سيطرتها على كل أراضي الجمهورية، لكنهم فقط يتناولون قضية وقف الطيران. نعم. حتى وصل الحال بالأمم المتحدة إلى أن تغطي على هذه السوءة من خلال أن قضية كانت هي إحدى النقاط الثلاث في إجراءات بناء الثقة المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين، وضعت الآن قضية للنقاش بطريقة مملة وصارت منذ ثلاثة أيام تطرح للنقاش بشكل ممل، وهذا يؤكد أن ما يدور لن يكون له أي نتائج أو نجاح بشكل تام. السلطة مجبرة على أنها تستمر وتصمد وتصبر، لكنها كانت مرنة جدا، أنا أقصد وفد السلطة الشرعية. نعم. هناك مرونة كبيرة جدا، لكنه حتى اليوم لم يقدم أي تنازلات. هناك رؤى تقدم بها الوفد الحكومي وهي واضحة وتعتمد على المرجعيات المحددة بمخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. طيب يعني تعتقد نعم تعتقد أستاذ رشاد، يعني في ظل عدم تقديم تنازلات من أي طرف، هل سيوصل يعني سنصل إلى حل أم أنها مجرد آمال يتخبط بها الشعب اليمني الذي ينتظر انفراجة الحرب؟ لا يوجد أي أمل أختي العزيزة، ما يدور هو كما قلت أنا مشاورات عبثية تماما لن تخرج بأي نتيجة. الطرف الآخر متشبث بالنقطتين اللتين هي خارج إطار المرجعيات تماما، ولذلك من الصعب أن يتم التوافق بينهما. هناك فجوة كبيرة بين الطرفين لا يمكن أن يتوافق على شيء. أيضا الحديث عن موضوع تعز الذي كان في بيل بسويسرا أحد النقاط المهمة، والحديث عن الحصار وهو واحدة من إجراءات بناء الثقة والمتعلق فتح ممرات آمنة إلى المدن المحاصرة ومنها مدينة تعز. اليوم هم يرفضون تماما الحديث عن تعز، يرفضون تماما الإفراج عن المعتقلين. ما يدور هو مجرد مغالطات من قبل المبعوث الأممي وهو إرضاء للدول ال 18 الراعية لهذه المشاورات وأيضا للدولة المستضيفة، ومن الصعب الاستمرار في هذه المشاورات أكثر من أسبوع كما أعتقد، فهي تدور في حلقة مفرغة وهي عبثية تماما. نعم، إذن أستاذ رشيد، يعني كيف كانت ردة فعل مبعوث الأمم المتحدة وولد الشيخ حول تصريح سليم مغلس، يعني وهو أحد الفريق المرافق لأعضاء المشاورات الكويت للحوثي ميليشيا الحوثي وصالح، يعني وهو يتحدث عن عدم وجود أي حصار لتعز رغم يعني ما أثبتته التقارير بهذا التضليل؟ مبعوث الأمم المتحدة هو منذ البداية تحدث عن أنه متفائل وعن 90% من التهدئة، فيما أن المعارك تضاعفت أكثر من 200% في إطار تعز ومأرب والبيضاء وغيرها، ولذلك من الصعب أن ننتظر منه موقف حاسم تجاه هذه التصريحات من قبل الطرف الآخر. كان رد الأستاذ عبد العزيز قباري قويا جدا في الجلسة التي كانت بالأمس وانسحب من الجلسة وأكد أن تعز محاصرة وأن ما يتحدث عنه سليم مغلس هو مغالطة وكذب وادعاء، ولذلك من الصعب أن ننتظر موقف حازم من قبل مبعوث الأمم المتحدة أو من الأمم المتحدة ومن العام عموما. هناك قرار مجلس الأمن، حتى الأمم المتحدة نفسها لا تسعى إلى تطبيقه، ومن وقعوا على هذا القرار في مجلس الأمن الدول الخمسة دائمة العضوية هي الأخرى ليست حريصة على تنفيذ هذا القرار بالشكل المطلوب. كنا نتمنى أن يكونوا حريصين بشكل واضح، لكن كما يبدو أنهم ليسوا حريصين. هناك سعي للخروج بمخرج آخر كما يبدو وتسوية أخرى، لكن الموقف بالنسبة للوفد السلطة الشرعية لا زال ثابت حتى الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي رشاد الشرعبي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة لك أستاذة نبيلة، يبدو كما تحدث الأستاذ رشاد أنه يراد فرض حلول أخرى غير الحلول التي يفترض بها أن تكون. كيف تعلقين على ما يحدث؟ أولا كنت أريد أن أعقب على أن هناك اليمن مصابة بلعنة المبعوث الأممي، اللعنة الأولى في جمال بن عمر واللعنة الثانية في ولد الشيخ. يعني ما هي يعني المفارقات كلها، كلا الوجهين يعني هي نفس الترتيبات نفس التخطيطات، لم نخرج إلى نتائج حقيقية وواقعية يعني تخرج باليمن إلى بر الأمان.
جمال بن عمر كانت المفاوضات سلمت الحوثيين جزء كبير من البلد، وولد الشيخ فتح الأمور على يعني على مصراعيها تماما، وأصبحت الميليشيات تعيث في الأرض فسادا، على بل فتح أنظار العالم أن هذا هو ما يمكن أن يستمر في اليمن. يعني نعم، إذن يعني تعتقدين أنه في ظل غياب ضغط حقيقي من قبل ممثلي؟ نعم، هذا هو ما أردت أن أقوله. إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي ومنطقي وواضح وبنقاط محددة، لن تخرج البلد إلى طريق. نعم، هناك من يقول أن الأمم المتحدة حريصة على أن يظل الأمر في 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 إطاره السلمي، لا يريد الخروج بالحديث عن المتسبب في خروقات الهدنة وأيضا المتسببين في عرقلة هذه المسارات، لأن ذلك هو معنى إعلان فشل مشاورة الكويت. هل تتفق معي؟ ما يحدث في اليمن، أين السلام فيه وأين السلمية فيه؟ يعني هناك طرف يستخدم كل أنواع القوة تجاه يعني ناس أبرياء، أطفال وأمهات ويعني شيوخ وكبار سن، فضلا عن بقية الشباب المغرر بهم أو المتورطين بمسك السلاح والدخول في قتل اليمنيين فيما بينهم. هذه الصراعات كلها تبنيها وتؤكد وتباركها الأمم المتحدة، وتعرف تماما أن ما يدار في اليمن هو بتخطيط وسكوت وإذعان حقيقي ومعلن، يعني إذا لم يكن معلن يعني هو معلن بشكل أمام العالم أن فعلا هناك غض طرف لهذه الميليشيات الموتية أن تمارس كل ما يمكن أن يحلو لها في هذا البلد. نعم، طيب أستاذة، يعني لو تحدثنا عن في ظل كل هذه المماطلات من قبل ميليشيا الحوثي وصالح أيضا، وفي ظل صمت الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي للأسف، نعود مثلا لو تحدثنا عن تحركات المحافظة الأخيرة، يعني هل نستطيع أن نقول أن حضور الدولة الآن بات في تعز أكثر وضوحا من أي وقت مضى؟ هناك مباركات أنه ربما تكون هذه التحركات للمحافظ هي باتجاه حضور الدولة. الإطمئنان الذي يحضره الآن المحافظ في نفوس أبناء تعز ويجيشوها أبناء تعز ويصرون أن يواصلوا هذه الوقوف يعني الأسطوري والصمود في اتجاه بناء الدولة وأنهم خيارهم خيار الدولة، هذا الموقف تستحي منه مفترض الحكومة اليمنية، لأن ما يعني ما تقوم به تعز هي محافظة على الشرعية. فالأصل أن يكون هناك واجب بالمقابل تجاه من الحكومة تجاه هذا الشعب الذي يواجه يعني في المدينة هذه يواجه خيار بقاء الدولة. هذه التحركات من المحافظ وهذه التحركات أيضا من البطوليين في المقاومة الشعبية حقيقة يعني هي تعطي فألا جميلا لليمن بكلها، أن القادم يعني أكيد بتكون له ملامح قوية، برغم هناك فعلا مخطط دولي في عدم القفز على مسألة الوقت وتخطي كل عقبات الوقت والزمن الذي يماطله الحوثيين ويلعبون به منذ اللحظات الأولى في 2014 في شهر 9. نعم، إذن أستاذ نبيلة، يعني أنت قلت أنه مبعث تفاؤل هذه التحركات الأخيرة، إذن ما الذي تتوقعينه من المحافظ في يعني ثلاث المجالات الصحية للمستشفيات وغيره، الإغاثية أيضا وكذلك ملف الجرحى؟ هناك تحركات يعني ممكن بدأها الشيخ حمود في رفع ملفات أو تبني ملف الجرحى يصل إلى أكثر من 10,000 جريح، يعني أوضاعهم يعني أكثر من 80% أوضاعهم جدا حرية. هذه التحركات أيضا تطمئن يعني تطمئن بقية المرابطين وبقية المقاومين بأن الأمور إلى خير، تعطي أيضا حافزا قويا أنه يعني ما يحدث في تعز هو أبناء تعز على حق، وما يراد لتعز هي فعلا لأن تعز تريد الدولة المدنية الحديثة وتدافع عن حياة الإنسان وتدافع عن كرامة العيش السليم للإنسان في اليمن. نعم، طيب أنت تحدثت أيضا عن أن تعز هي من تقوم بالحفاظ على الشرعية، وواجب الدولة على الأقل أن تقف يعني بكل ما تستطيع لأجل تعز. لو تحدثنا عن إسناد الحكومة لحضور الدولة الفعلي من خلال ميزانية تشغيلية، من خلال دعم للمقاومة، ما الذي يفترض أن تقوم به الحكومة هذه الفترة؟ هذا الدور مفترض أن تقوم أن كان قد تم هذا الدور. إحنا لا نتحدث عن الوقت، مش نقول الوقت الضائع،
لكن هذا الدور إذا لم تبادر فيه الآن الحكومة وتصفي صفحتها بشكل صحيح ومنطقي وواقعي، هي ستصبح لعنة في تاريخ هذه الحكومة أن تخلت عن يعني عن يعني مصير 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 أجيال قادمة حقيقة. يعني الأمر الآخر، اليمن لن يظل على هذا الوضع، ستنفرج الأمور وسيعود اليمن أفضل مما كان عليه أكيد، هذا في تقديرات سياسيين ومحللين وتقادير متابعين للوضع الشأن اليمني. ستكون هناك بصمة عار تلاحق كل إنسان متورط، سواء كان من الحكومة أو من غير الحكومة أو من القانونيين والحقوقيين والإنسانيين والذين يدعون العمل في الحقل الإنساني، ستلاحقهم لعنة الخيانة لهذا البلد ولأهله يعني وناسه ورجاله وأطفاله. نعم تعز، معلقة ما زالت لم يحسم أمرها بعد، لا من قبل التحالف ولا من قبل الحكومة ولا أيضا استطاعت المشاورات أن تحسم هذه المسألة. أنا أثق أن الشعب تعز. ما الذي ينتظر تعز في قادم الأيام أستاذة في دقيقة؟ ينتظر تعز الفرج، وينتظر تعز الحرية. لن تأتي من خارج أبناء تعز، أنا متأكدة أن أبناء تعز هم الذين سيقررون وسيمضون باتجاه تحرير هذه الدولة، وسيعلمون العالم وليس فقط اليمن، سيعلمون العالم أنهم في خيار حقيقي وواقعي، وهو خيار بناء الدولة، وسيحصلون على هذا الخيار بإذن تعالى. وهذا بالتأكيد ما نأمله وما نتمناه، سواء يعني نجحت هذه المشاورات أم لم تنجح. لن نعول عليها. الناس يعني باتوا منتظرين لانفراجة حقيقية. الأصل أن أبناء تعز لا يعولون على هذه المفاوضات. إذن ربما هذه رسالة الأستاذة نبيلة التي نختتم بها برنامجنا لهذا المساء. شكرا جزيلا لك الأستاذة نبيلة سعيد، رئيس مؤسسة فكرة الحقوقية أو للحقوق والإعلام. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.